نحن بيت ريم غير إرهاب، نحن بزريبة تتصلح، ما عادش فيها سيتونات واحد، وسلاح ما عادش يتهرب، وتونس تخرج من الأزمة نتاع الماء، وقرايتنا والمدارس تتصلح والناس كلها داري لاباس، نحب تونس تتصلح، بلاش إرهاب، نحب القراية تكون عصرية، معناها تولي قراية عادية وما غير إضراب معناها وماذا بيه كل تلميذي ولا يقرأ عادي. باش نحلم بتونس تكون، نحب نحلم بتونس تكون سنغافور خير من سنغافور خاطر عندها موقع استراتيجي. نحب تونس اللي عندهم شهادات الكل يلقاو خدمة مش يقرا مع النقاش. نحب التعليم يتصلح، نحب الصناعة تتصلح، الفلاحة تتعصب، الخدمات زادا قطاع مهم لازم تلاقيو بيه. توقف الرشوة المحسوبية، احترام حقوق الإنسان سيرتو، والعمل بالعقد الاجتماعي. معناها أي واحد لازم يكون عنده تربية باهية باش يحس بالآخر حتى من غير ما يطلب منه